فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، المجيد تلاوة والمتقن أحكاما وحفظا، علم من أعلام قراء دولة التلاوة ومن أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم لمحافظة الغربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك الذي لقبه من محبوه على شبكات التواصل الاجتماعي بملك المقامات، وأنا ألقبه بملك الأخلاق والأدب والاحترام، فما رأيت منه إلا خلق وأدب جم أتعلم منه أنا كشخصي. الآن يطيب اللقاء مع هذه التلاوة التي يسمي فيها الآذان فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، يتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا. يا ميسر الحال ربنا نسأل الله المدد لنا ولكم. وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا
ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء وسبح بحمده وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. طيب عليك. طيب عليك.
عندكم من بعض ما عندكم والله بعض ما عندكم يا رب الله يرحمه. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كانوا في جنبي بقى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك
تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا حلو كده الناس خلاص سيبها على كده رفع الله الذين امنوا منك تبارك الذي جعل في السماء سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة الله يرحمه الله يرحمه ربنا يرحمه ويرحمه ربنا يرحمه الله يرحمه بينه خدت العين خلاص وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن Oh.
سلاما. حاضر. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صوت عريض. الله يحفظهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. خلي بالك من الايه اللي جايه بس. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. خلاص بقى بلاش تحكي يا شيخ، مش
عايزين تحكي تمام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويبكي عليك. اللهم صل على الحبيب. اللهم صل على سيدنا النبي. ويبكي عليك الفتاح ابن عباس. الله. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم صل على الحبيب. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا 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 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. شرفنا 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 يا شيخ محمد حبيبنا. معقول ما شاء الله جمال جمالكم يا فندم جمال جمالكم والله انتم منورينا والله يسعدكم مشكور جميعا الله يبارك فيكم احلى سميعه في الشرقيه احلى سميعه في الشرقيه والله يا مرحبا اهلا وسهلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم.
اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا. من خواتيم سورة الفرقان، وهي إحدى السور المكية، أي التي نزلت على سيدنا رسول الله قبل الهجرة المباركة، كانت التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا صوت من السماء فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، القارئ والمقيم بمحافظة الغربية، في ليلة تكريم الوالد الكريم الحاج يوسف عبد الصمد يوسف. أشكر كل من حضر ليؤدي واجب العزاء في والدنا الكريم باسم أبنائه الأستاذ رضا والأستاذ راضي والأستاذ هشام والمعلم يوسف والأستاذ محمد يوسف، وباسم المعلم عمرو عبد الباري صاحب الواجب في كل مكان، الاخ الحبيب وابن الحبيب للراحل الحاج محمد عبد الباري. اسال ربي ان يطيب ثراه وان يحفظه وان يحفظ ابناءه. باسم رمز الادب لقريه الشلبي وعنوان الادب الوالد الحبيب العميد معالي الدكتور علاء بيك المرشدي، وباسم شقيقه ووالدنا الحبيب الكابتن بهاء بيك المرشدي، باسمهم وباسم كل فرد في قريه الشلبي اشكر كل من حضر ليؤدي واجب العزاء. اشكر اصحاب الهندسه الصوتيه الحاج محمد الخولي وابنائه والمقيم بقريه العوسجه لؤلؤه الانوار ومحطات الديزل العالميه الحاج سليمان اليماني وابنائه المقيم بقريه العسلودي، هندسه الاخراج والبث المباشر عبر شبكات الانترنت العالميه لعلامة مميزة للذي يسطر التاريخ للقراء المهندس الحبيب ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن، وهو من المواقع الأكثر انتشارا عبر شبكات الإنترنت. أشكر